أول ريو الشيخ علي جزاه الله خيرا يا دمان معلمينتا سوى كلو حان أماد علينا يا أرضي سودي عرسي كودهان خبوي كي يو هولي فرع بنا يكو كلا جوان أيغنا وأماد علينا يا سوى كلو حان شكر بدن يا مهضون سوجدين يا والدينتا يو أمادك سوق بقشردن حكالون أماد علينا يا وريها نلتشوغو محمد بارود إذا عاد استافهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله على إنتي كسوق يبقى شيء علماء غير كبوم هذا علم هيا إنت أكدي بلا ليال رنتي بحوينو عن كوها الله دم مهارين والله هاللي ليش خير باكر دعي وعدي باكر دعي وإلمها أيو مهم سنعين حكم مضب فرب بضان مهماية فرب بضان قوية فرب بضان وحين أسو جيدي الشيخ عبد القادر جزاه الله خيرا وحاد عبدا بحيي الشيخ علي جزاه الله خيرا وينو دعيي سيقارها أنه قد دعيي الشيخ علي هو جزاه الله خيرا وانا أدعيني يا رنتي صاحبك نغوها رنتي مرحلة بضا واتصوى مراني أساقة إلهي وحن قبرينا جنة الفردوس إنو جزيه سكردقو أنا أساقة وحن ماينا مدرسة تنوي في النجاح بان صلاة ميني لقب الله أولى الثانوي إلا ثالث ثانوي بان صلاة سعوني وهل كان نوع انتصابة أنا الشقين ومحل الله مدارسة بان هل كان كاعد جرنا قارس وان حسطا سميل بان بري جرنا حتى قارس من كانت تقنوه وحان رنتي يرى حسطا وكالي خير الله سوى الشيخ حرمين مركي نقاط قاجس انت يسان حرمين اي ربوت كان نسيرين وتقتان كاه أنا أسأل وحان أبلاي قريني وعطسي أدرساني كلية كتالة مباسة لأن جامعة مركة مجرين وكان صورة من الثانوية وحان رأنسي وضن وحبر الشادي حرمين وشغيني سمركة أنا أسأل مركة عطسي وانجي سني مدرسة كتالة مباسة كلية الثانوية يعني عطسي جي سني وحان حسوسطة وحان حسوسطة المقا عين اللي سود الجي أنا أسمع ما قاعد نسوي دجي أولي ركز وقف قبل امتحانك. حارسكو دياري لين أنا هلك أخبار شكل سيفانو. إلى قديس وحاق كل مي تجتان كحرمين يعود سجيني نسوي دجي باق كل مي. مركب وحاني رش عليه ومحصة بينا. وحاني أسمع سوي دني مش هذا الله أنا كنا قاعدينه. هذا معلمين ترى نجينا في السنة هنا ما حد عدونا. إلى يبانو نجيو إنه كنسلو أخبار شذي إني. قال أنت بحس كبدلا أيوه. بالهوشان سيدا مسيدا قاعدين لهن عن شعالي وغنو يواية ساسا نقو عن سنين يساقبا إلهي سبحانه وتعالى نوا إنو قرب قلي إله ما هذا أسكاله رنتي دادال بدن منو كسود بحيي مرارو حايس داها ورشو مسؤولية دين تسكر دافتو معلم مسكر نغطا معلم كياد بالو يقنا لكن كادان يرا وريغا رفاضة هلفتيسا حان بداد بالو قرر لقا معلم كي يوحل بنو كدي بدن يهي مركا معلم رفتو وان سومر لكن مرور ما يسنا ورر شو معلم هذا اللي معلم كو أبو الشاوي أرضا ورم باتقانا والد كايا قانا مركا واخير بدي هاي مركا إلهي سبحانه وتعالى انت جهد كوب بحسي إلهي أبالك هسيو وما سيهم كو دهان ولا ديال مركا مركا اسكن مرحلة وصومر دواليشي كي رنتي شاق أحمد حسن خير الله سيه وحانا مركا قدام بيس أسيقا جوغة مشن مركي قرب لو وعي أردد اللو وعي كلي عين معلمين تي كلي عين كلي يسكو سهرة ورشي أحمد وبلاد اسكسي ود سوء دح تاينا وقلاسي وحق لي أبور فصل لدي أبور باين توقب تنك لدي حال سبينا مركا واردي أنقود أفنا بس واردي ونهجو ماشا ليش هنو غتميل ون إلاشن أو نو إلاشن سايد كنا وكويا لي إلهي فد بوكين هد إله خير بوكين وماذا اسكسو عط وإلهي كيني مركا نعم هذا مركز ساعة إن لو شغليه بعورته مهمة هذا ما أنت وحي مرسا حل لي حرمين جوكت حل يكفي عنته حل لي حرمين جوكت ما شربت دلو كرجري ورقالة كجري أنا وحن أوجه إني ما أنتك قيام بنتها مركز ما هذا إله بس كله سبحانه وتعالى ولا ليا المركز إن سدى وحلو أوجه هذا خير كله وشقة وشيء مهمة هاوشان مركز هاول سهل معها إلهي سبحانه وتعالى ينفهم سي خير كذا نعم هذا وحن مركز سير قاره نفسي تلمامي وحبر الشهادة مهمة دا إلهي هو أكتين
waxbarashada markaa inaan isku kaashanno oo khaasatan sida ay Naxma sheegtay in dumarka xoogga la saaro wax la baro waxay sababaysaa in mujtamaac inuu hagaago marka hawshaas yaan la iloobin waalidiinta ragga iyo dumarkaba in dumarka oo weyn ay wax bartaan ay wax soo saaraan jazaakum allah khayran laana waxa la yiri markii la dhisaayo mujtamaac Nabi sallallahu alayhi wasallam ummada marka guurka laga bilaabo guurka dhismaha iyo tarbiyada waxay ka soo bilaabaysaa guurka waxa la yiri haweenku taas oo shay baa loo guursadaa mid qurux baa loo guursadaa mid hanti iyo maal baa loo guursadaa mid waxaa loo guursadaa qabiil fiican bay ka dhalatay nabi dadku wuxuu ku booriyay sallallahu alayhi wasallam midda diinta la guursada midda quruxda muusan dhihin midda maalka muusan dhihin midda naska fiican muusan midda diinta la guursada limaada midda diinta la waa ogyahay waxay qabanayso soomaa marka halkaas tarbiyada laga soo bilaabay ee gabdhaha si gaar ah waxaan u dardaarmaynaa laftooda markay guursanayeen qof diin leh oo akhlaaq leh hala guurso nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ataakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawwijuhu hadaad aragtaan qof diin iyo akhlaaq leh u guuriya marka diinta meel walba way gashay moogta haweenkana markay guursanayeen waxaan laba shay baan u dardaarmin lahaa laana tarbiyada waxay ka soo bilaabatay guurka waa in loo sahmiyaa guurka markay guursanayeen shuruud bay xiraan shuruud oo diinta ku saleysan bay xiraan dahab iigad dibadda yaadi waxaa sii qabo waxaa taska daysan waxaa u shardisan wardiinta garab igu noqo dheh diin ibar oo igu garab istaag oo jaamacada gaarsi inta u xir taasaad ku libaanaysaa marka haweenka waa maxaa weeye qayb muhiim ah oo loo baahan yahay in xoog la saaro arrimaha marka waxa u baahan walaalyaalow in maartaan isku tacaawno oo la isku kaalmeesto jazaakum allah khayran runtii gabadhii u horeysay waxay ka hadashay wiilka qur-aanka akhrinaya waxaan xasuustaa inuu ku bilaabay aayadihii suuratu saafaat waxaa ka mid ahayd falamaa balaga macahu sacyi qaala yaa bunaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuk fandur maada tara qaala yaa abati ifcal maa tu'maru satajidunii in shaa allah wiilkaas magaciisa wuxuu ahaa ismaaciil nabiyullaahi ismaaciil baabihiisa wuxuu yidhi waxaan arkay holay amray inaan ku gowraco waa nabi isagana waa nabi nabiyullaahi ismaaciil wuxuu yidhi ifcal maa tu'maru aabe waxaad samaysa waxa lagu amraayo samee wuu yiri wuxuu u hoggaansamay amarkii ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa ayuu horay wuxuu yidhi mindida isaaray gowrac buu yidhi waa imtixaamkii ugu weynaa oo nabiyullaahi ibraahim la mariyey oo yiri wiilkaada gowrac ina haada lahuwa albalaau almubiin wafadaynaahu bidibxin cadiim ilahay baa ku tilmaamay subxaana wa tacaala waxaa kale culimmada ay sheegaan nabiyullaahi nuux wiilkiisa gaal buu ahaa markii halaagii u imaaday wuxuu yidhi aab doonta kaalin la soo koro markaasuu yidhi saaawii ilaa jabalin yacsimuni min almaa buurtaasaan kori buu dhahay oo biyahan ooga badbaadi laa caasima alyowma war maanta wax kaa ilaalin karo ma leh wax badbaaday ma leh ee kaa leh markiiba mawjadii baa maaratay kala teeday saasuu wiilkii ku halaagsamay labadaa wiilba culammada waxay ka bixiyaan xikmada cajiiba tusaaleyaal cajiib bay ka bixiyaan nabiyullaahi ismaaciil labadan wiil laba nabiga kala dhashay mid waxaa dhalay nabiyullaahi nuux midna waxaa dhalay nabiyullaahi ibraahim midna wuxuu noqday caas midna wuxuu noqday aabihiisa markiisa inuu qaato gowrac ogolaado waxaa leeyahay labadaa wiil laba warshad oo kale ah ayaa soo saartaa la yidhi aabahooda waa wada nabi laakiin hooyooyinka kala bedelnaa nabiyullaahi ismaaciil waxaa soo saartay hooyo mu'minad ah oo ilaahay adeecsan subxaana wa tacaala oo meeshii maka intii lagu dhaafay ku sabartay oo maxaa la dhahayay nabiyullaahi ibraahim markay tiri nabiyullahi ibraahim yaad nooga tegi uu u jawaab waayey ay tiri warma ilaahay baa ku amray haa idan ilaahay nama dayacayo ufirs meel cidla lagu dhaaf waayada iyo wiilkeeda keli ah warshadaasaa soo saartaa la yidhi nabiyullaahi ismaaciil hooyada nabiyullaahi nuux wiilkiisa ayaa soo saaray faasiqad mujrimad ah oo nabiga dhibi jirtay oo ku darantay ummaddii halaagsantay
baaso saartay oo dhashay. Halka waxa la jeedaa macna hooyooyinka sida ay ugu muhiimsan yihiin ragga xagga guriga marka la yiraahdo tarbiyada caruurta iyo barbaarinta. Macna culimada halka waxay ka qaataan xikmada cajiiba labada warshad ee soo kala saartay labada wiil yaa midna haddii wuxuu noqday nabi iyo muumin midna wuxuu noqday caasi iyo gaalbu noqday oo halaagsamay. Saa darteed walaalayaal hooyooyinka si gaar ahaaneed waxaa loo baahan diinta inay istaagaan oo ay garab noqdaan. Jazaakumullahu khayran. Aabayaashana hadda kama liidana hawshaas arrijaalu qawaamuun calaa nisaa. Marka meesha maanta nagala hayso waa dumarka, dumarka culays saarno oo nin walba hooyaad leedahay, islaam baad leedahay, gabar baad leedahay, walaashaadaad leedahay, ku dadaal inay diinta bartaan. Ilaahayna qur-aankiisa wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. Intaa kadib walaalayaal, guud ahaan diinta ka shaqaynteeda iyo garab istaageeda